من قبل ما اوصل المغرب وانا في سؤال واحد محيرني، ما هو الفريق الاكثر شعبيه في المغرب؟ هل هو الوداد ولا الراجا؟ ومن اول ما وصلت وبدات اسال الناس ايه الفريق اللي هم بيشجعوه، لقيت ان اجابه السؤال ده مش سهله خالص، فقررت ان اعمل اختبار سريع كده من قلب كازابلانكا علشان اعرف الاجابه. هنحاول نروح مكان محايد ولمده ساعه كامله هبدا اسال الناس بتشجع الفريق ده ولا الفريق ده، والفريق اللي بتشجعه امضي لي على التيشيرت بتاعه. وفي نهايه الساعه دي بقى عايزين نشوف جمعنا كام امضى على التيشيرت ده والتيشيرت ده. طب بقول لك ايه، عايز اسالك سؤال، المنطقه هنا محايده ولا وداد اكتر؟ وداد. عايزين مكان محايد، نروح فين؟ نصور عند الجامع الكبير، جامع حسن الثاني. لا مفيش. ايه المعارف الوداد والراجا؟ ايه المعارف دي فين؟ بعيد من هنا زي وسط البلد. ماشي، دي فيها الاثنين. اسمها ايه؟ معارف. اول حاجه عملتها الصبح اشتريت الماركر ده علشان نخلي الناس تمضي على التيشيرتس. هنشوف دلوقتي بقى ردود فعل الناس هتكون ايه. الساعه دلوقتي 4:30 ودقيقتين بالظبط، هنخلص ان شاء الله 5:30 ودقيقتين. يلا بينا. بقول لك ايه، عايز اسالك سؤال سريع بس، بتشجع الوداد ولا الرجاء؟ الوداد. طب امضي لي على دي بعد اذنك كده. شكرا. ده امضى كبيره جدا دي، باربع امضات دي. دي ب 40 امضى. بلال. بلال تشرفنا يا استاذ بلال. بتشجع الوداد ولا الرجاء؟ نعم. وداد ولا الرجاء؟ انا ما كتبت عليكم ما نخطيش. رجاء. حط على ضهري عشان عربيه فرنسويه زي ما انت عايز. الجيش الملكي يعني ولا رجاء ولا وداد؟ لا. طب خلاص خلاص مش مشكلة، احنا بس عايزين نعرف. انا زمالك. انا زمالك. وداد. بتشجع الوداد ولا الرجاء؟ ما بتشجعش ده ولا ده؟ بتشجع الوداد ولا الرجاء؟ وداد. وداد وداد؟ وداد. ثلاثة سينياتشور سينياتشور سينيو سينياتشور. شوفوا شنو الفرحة اللي كسر. مغربي بتشجع الوداد ولا الرجاء؟ مالكش في الكورة؟ أنت بتشجع ليك في الكورة؟ مالكش في الكورة؟ بتشجع الوداد ولا الرجاء؟ محتاجين مكان يكون محايد أكتر. وداد برضو؟ المنطقة هنا كلها وداد ولا إيه؟ بتشجعوا الوداد ولا الرجاء؟ جديدة. ولا وداد ولا رجا؟ دوس كالاس. ايه؟ دوس كالاس جديدة. طب انا نادي في الوداد والرجا اكثر شعبية في المغرب؟ الرجا. الرجا شعبية اكثر؟ رجاوي؟ استنى استنى استنى. لا 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 لا، عايزك بس تمضي لي على التيشيرت. بس كل ما بسأل حد انا اكثر شعبية يقول لي الرجا، بس لحد دلوقتي الارقام بتقول غير كده. يمكن احنا في منطقة غلط. ماشي كرة؟ لو سمحت بتشجع الوداد ولا الرجا؟ ايه؟ شكرا. مش ببيع لك حاجه. جميل. يا سلام. ماشي كده معانا كده معانا خمسه رجاء وسبعه وداد. لازم تقول لي رجاويين تانيين. في الاخر هتتحرك بجد؟ اه. هنا كمان؟ في كل حته؟ السلام عليكم. بتشجع الوداد ولا الرجاء؟ الاثنين. انهي اكتر؟ الوداد. بس ازاي بتشجع الاثنين؟ ما ينفعش تشجع الاثنين. كذاوي. ايه؟ كازابلانكا. اي حاجه كازابلانكا. بتشجع الوداد ولا الرجاء؟ وداد. وداد. ايه الامضه دي كلها يا عم؟ انت واخد التيشيرت كله في ايه يا عم؟ كل دي بص الامضه قد ايه؟ مصري. ودادي ولا راجع؟ ودادي. طب امديلي. سينياتشور. سريعة. رجاوي. طب امديلي انت بقى هنا على دي. سينياتشور لور. شجع الوداد ولا راجع؟ دفاع. مش وداد ولا رجاء؟ جيش. وداد. طب امديلي بس على دي. سينياتشور. وداد ولا راجع؟ ايه ولا واحد فيهم؟ طب وانت وداد ولا راجع؟ ولا واحد فيهم. انتوا في كازابلانكا يا جماعه ازاي؟ وداد. وداد. طب امبيلي تعال تعال خلي بالك ما تتخبطش. بس بتشجعوا الوداد ولا الراجع؟ انا بشجع الراجع. راجع. وانت؟ بشجع الراجع. ما تشجعش حاجه؟ بتشجعوا الوداد ولا الراجع؟ الا الراجع. راجع وما فيش ما عندكش بيراميدز. انا بشجع بيراميدز مصر. بشجع بيراميدز. بيراميدز. وليش تبي تضحك؟ اول مشجع لبيراميدز من برا مصر. اه والله بيراميدز. زملكاوي. زملكاوي. لا ما ينفع كذا. انت وداد ولا راجا؟
انا خزاوي ولا ده ولا ده صافر عشان وداد ولا راجع راجع تعالى انت وداد ولا راجع 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 ودادي ايوه بيراميد ايوه دي صغيره بقول لك صغيره راجع 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 رجاوي ابيض واخضر ايه شيء حاجه ها خلاص خلاص كفايه كفايه خلاص ده هتكمل انت هتكتب كتاب خلاص خلاص كفايه لا 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 طويله قوي طب كملها كملها خليه يعبر عنها اه انت عايز تكتب وينرز ماشي ماشي حط رقمك حط رقمك ده هيكتب تاريخ ميلاده كله ودادي لو وداد ايوه انا عامل سبسكرايب حبيبي طب تعالى بتشجع وداد ولا الراجع الراجع طب تعالى تعالى احلى امتى في العالم شخبطه شخبطه حبيب فرقاوي مره السيجنتشر المهم كيف ما جات كيف ما جات جي ماشي تعال حبيبي رجاوي طب امضي لي على التيشيرت الرجا كده وبعدين ده تشجع وداد ولا رجاوي؟ رجاوي؟ انت منين؟ مصري انا؟ انت ما بتشجعش ولا ده ولا ده؟ لا وانا ما كاينش اوكي ماشي كده فاضل خمس دقايق ايه الساعة 5:27 دقيقة فاضل خمس دقايق بالظبط ومش عارف دلوقتي النتيجة كام كام بطلت أعد بصراحة بس هنحاول نجيب كام إمضة أخيرة كده قبل ما الساعة تيجي 5:32 يلا بينا بس مرات تشغلها عارفها رجاوي رجاوي طب امضي لي مساء الخير ودادي ولا رجاوي؟ شوفوا ودادي ودادي ولا لا. ده ولا ده؟ خبزاوي برضو؟ ايه حكاية خبزاوي دي ناس كتير خبزاوي ولا ده ولا ده؟ انت ودادي ولا رجاوي؟ رجاوي رجاوي طب ممكن تمضي لي هنا انت ودادي؟ طب استنى لما يمضي هو الاول بقول لك ايه ودادي ولا رجاوي؟ مش مهتم شبه وسط البلد بالظبط فعلا ودادي ولا رجا؟ رجاء امضي لي على الراجع وداد ولا راجع وداد ولا راجع ايه راجع فاضل لنا قد ايه كده تعال نبص خلاص بقت 5:32 كده عدى ساعه بالظبط من اول ما بدانا وبس انا مش عارف اصلا رقم قد ايه حاسس ان هم تقريبا نفس الرقم اكيد على الشاشه دلوقتي انتوا شايفين انهي رقم فيهم اعلى بس انا حاسس ان برده ما لقيتش اجابه واضحه على مين صاحب الشعبيه الاكبر لان الاثنين كانوا تقريبا زي بعض بالظبط وبما اني ما لقيتش اجابه واضحه على سؤالي عايز اسمع منكم في الكومنتس مين صاحب الشعبيه الاكبر في المغرب هل وداد ولا الراجا شكرا طبعا في فرق تانية في المغرب عندها شعبيه كبيره زي الجيش الملكي على سبيل المثال بس بما اني كنت في كازابلانكا كان طبيعي ان انا اركز الفيديو على الفرقتين بتوع المدينه دي في النهايه عايز اشكر امين اللي ساعدني جامد في التصوير وعايز برضه اشكر كل واحد عمل لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل وفولو على انستغرام واشوفكم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله